بلدنا عندها أزمة في العملة الصعبة أو في الدولار. العاملين في الخارج المصريين الوطنيين الشرفاء اللي بيشتغلوا خارج البلد دولت هم المصدر الأول أو أحد أهم المصادر للعملة الصعبة خلال السنوات اللي فاتت. ناس بتبعت فلوسها وبتحول تحويلاتها بتشتري أراضي عشان تقف جنب بلدها، وطنيين وبيحبوا الوطن. قوم الحكومة في 2012 عملت مشروع اسمه بيت الوطن. ايه بيت الوطن؟ انك تقدر تشتري قطعة ارض في واحدة من المدن الجديدة تبني عليها بيت لما ترجع من بره. وبالفعل حول يا مواطن يلي موجود في السعودية، ادفع يا مواطن يلي موجود في الامارات، وانت يا عم يلي عايش في ايطاليا، وانت يلي في امريكا نفسك في يوم من الايام يبقى لك بيت في بلدك، وانت يلي في فرنسا، وانت يلي في اسبانيا. وبدا المواطن يدفع من 2012 لحد النهارده دولارات عمله صعبه عشان يشتري بيت الوطن. الحكومه النهارده بتقول لنا او الاسكان بتقول لنا انهم عملوا ب7 مليار و500 مليون جنيه مشاريع أو 29 مشروع في بيت الوطن في القاهرة الجديدة فقط. إيه المشاريع اللي عملتوها؟ قال عملنا مشاريع الصرف الصحي والكهرباء والمية في الحي الأول للخامس والحي الرابع وجزء من الحي السابع. دي المشاريع اللي عملتها الحكومة أو وزارة الإسكان ب7 مليار و500 مليون جنيه. ده طبعا بعد أزمة الدولار الأخيرة واللي فيها قررت الحكومة طرح مزيد من الأراضي لاستجلاب مزيد من الأموال والنصب على مزيد من المغتربين في الخارج. بيت الوطن طرح أراضي جديدة في 10 مدن للمصريين بالخارج، والكلام ده كان في نهاية ديسمبر اللي فات. في مدن القاهرة الجديدة 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، العبور والعبور الجديدة، مدينة بدر، الشيخ زايد، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، المنصورة الجديدة، أراضي. وتعالى شيل يا مواطن وادفع بالدولار. لكن السؤال اللي بسأله النهاردة، هل انت على مدار ال 11 سنه اللي فاتوا او ال 10 سنين اللي فاتوا المواطن حليت له مشاكله، اديت له خدمه زي ما وعدته، وقلت له بيت الوطن وحضن بلدك مستنيك، ولا الموضوع كان مجرد نصبايا الهدف منها اجيب دولارات، والمواطن لحد النهارده لا عارف يبني، لا عارف يرخص، لا عارف يعيش، لا لاقي ميه، لا صرف صحي، لا مواصلات، لا بنيه تحتيه، لا اسفلت. فبالنهايه بيت الوطن بقى النصب على المغتربين تحت شعار خدمة أبنائنا في الخارج. لو كده بالنهاية الحكومة بتنصب على المواطن باسم الوطنية أو تحت شعار حب البلد. ناس بعتت فلوسها من 2012 لحد النهاردة، ومن 2012 الحكومة قالت إنها هتحل المشاكل لحد النهاردة، ومن 2012 الحكومة المفروض بتعمل مرافق لحد النهاردة. المواطن كان بيدفع بالتقسيط، فوجئ خلال الايام اللي فاتت بنصبايا جديده من وزاره الاسكان وقال لك طرح اراضي للمغتربين في بيت الوطن بالدولار. ايه المشكله بقى؟ ايه مشكله الدولار اللي عملت ازمه بعد كده ما بين ملاك اراضي بيت الوطن والحكومه؟ قال لك ازمه او الدولار يثير ازمه ما بين او ازمه جديده ما بين ملاك اراضي بيت الوطن وما بين الحكومه. ايه الازمه؟ الازمه ان الحكومه في الاتفاق في كراسه الشروط في 2012 و2014 كان المواطن بيجي يدفع الاقساط بتاعته بسعر اليوم. دولار النهارده ب 30، بدفع عليا 30,000، يبقى المفروض بديك ايه؟ بديك 1000 دولار. عليا 300,000 بديك 10,000 دولار. يفاجئ المواطنين، الناس اللي حجزت وماضيه من 2012 بقالها 10 سنين، ان قرار عنتري من الحكومة مرة واحدة كده، وهدوس على القوانين وهدوس عليك وهدفعك بسعر يوم ما اتفقنا اللي هو كان الدولار ب 13 او كان ب 7 او كان ب 15 ايا كان الدولار. يبقى انا النهارده بنصب عليك وادفعك الطقطقين. معايا فيديو الاحد حاجزي بيت الوطن بيقول عايزيننا ندفع الفلوس بقيمة الدولار من سنة. متابع. ان هي طريقة احتساب الاقساط، كراسة الشروط بتقول لأن المشروع أصلا مقيم بالجنيه وبتدفع ما يقابله بالدولار، فبيتم حساب الأقساط طبقا لسعر الصرف يوم السداد. يعني لو أنت عليك مليون جنيه قسط والدولار يوم ما رايح تسدد بعشرين جنيه، يبقى عليك مثلا 50,000 دولار. قامت الهيئة
مفاجأة كده وبدون أي سابق إنذار ولوحدها كده لمخالفة صريحة لكراسة الشروط ولكل حاجة، تقول لك لا ادفع على يوم الاستحقاق. يعني إيه؟ يعني أنت لو جاي تدفع النهاردة القسط، يعني رغم النصبايا اللي بتعملها الحكومة النهاردة على الناس اللي وقفوا جنبها واللي طلعوا من أموالهم وأموال ولادهم عشان يحلوا مشكلة الدولار ده، كمان الحكومة تخلفت خلال 10 سنين إنها تعمل مرافق. الخبر ده من 2014، قال لك الإسكان تواجه أزمة في مرافق بيت الوطن 2014. تعالى خبر تاني هتلاقيه في 2020، لو بعد 6 سنين طلعت وزارة الإسكان تقول والله ده مش احنا، ده الشركة المنفذة لبيت الوطن هي سبب تأخير التسليم وهي السبب في عدم وجود مرافق. طب الدولارات راحت فين يا حكومة؟ لا، الدولارات دي عملنا بيها أفلام وعملنا بيها مهرجانات وعملنا بيها موكب مومياوات وأنتجنا بيها الاختيار 1 و2 ودفعناها للفنانين والرياضيين، ومش مهم انت يا مواطن يا اللي متغرب يا اللي مانع نفسك من الحياة، منع ولادك انهم يشوفوك انهم يلاقوا حاجة جديدة. السنة دي بقى او في ديسمبر برلماني بيوجه طلب احاطة بشأن عدم توصيل المرافق لاراضي بيت الوطن باكتوبر. لو انت عاجز من 2012 لحد النهاردة توصل مرافق والناس دفعت بكام؟ دفعت بملايين الدولارات وحلت مشكلة. الفيديو ده النهاردة بقى لو بعد، عارف انت ايه؟ احنا عمالين بندور في دايرة مفرغة من 2012 واستنى واصبر والشركة السبب. اسمع كده الفيديو ده، ناس لما راحوا يبصوا على أراضيهم اللي حاجزينها لا لقوا مواصلات ولا مية ولا أي حاجة، كلها منطقة صخرية. حكومة بتبيع للمواطن الوهم، بتبيع للمغتربين الجبل، بتبيع لهم صحراء مقابل دولارات. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا في زيارة أرض بيت الوطن اللي وزارة الإسكان بتقول للناس ان في تسليم وتعالوا استلموا وتعالوا خدوا اراضيكم، تمام، ومشروع قومي والناس دافعه بالدولار. طبعا ادينا شايفين المناظر، الصخور في كل مكان. عايز اقول لكم ان اصلا العربيات النقل اهو زي ما احنا شايفين ماشيه بحذر، يعني النقل الكساح الكبير او اللودر او والله بينتقي الحته اللي يمشي فيها احسن يغرز، تمام. وفي الاخر تقول لك الدوله او الحكومه تقول لك وزاره الاسكان. دي الاماكن اللي لسه لحد النهارده ما اتبنتش رغم ان الحكومه عماله تقول عملنا وخلينا وتعالى يا مواطن. في بعض الاماكن زي الحي الاول مثلا او عمارات الحي الاول في بيت وطن حتى الان لا يوجد فيها خدمات. معايا فيديو لاحد المواطنين راح عمارات الحي الاول عشان يشوف العمارات او بيت الوطن اللي الوطن ما قدمه له، فلقى لا لقى ميه ولا كهرباء ولا صرف صحي. نتابع. وكهرباء هنا؟ لا كهرباء لسه ما دخلتش. امال شغالين كهرباء ازاي؟ المولد. المولد؟ اه. طب والصرف شغال ولا بتصرف كبير برضه ولا ايه؟ لا عندنا موتور. موتور اللي فين؟ موتور رافع بيرفع. موتور رافع بيرفع وترمي الجدل يعني ولا ايه؟ عندنا حمام ماشي، الصرف شغال. طياره يعني وبتنزعها كل فتره؟ ده كده بيت الوطن او الوطن من وجهة نظر الحكومة اللي بتقدمه للناس المغتربين. معايا ايضا فيديو لاحد الاطفال بيبعت رسالة كده للسادة في الحكومة بيقول لهم بابا اشترى لي ارض في بلدي وانا عايز متغرب عشان ارجع اشوفها، فارجوكوا وفروا لي مرافق يعني مية وكهرباء ومواصلات وصرف صحي. نتابع هذا الفيديو. السلام عليكم، انا مهند مصري ومقيم في الخليج. بابانا اشترى لنا ارض في بيت الوطن من 2012 الحي الرابع القاهرة الجديدة منطقة اف قطعة 45، واحنا بنستغيث ببابا عبد الفتاح السيسي ان هو يسلم لنا الارض كاملة المرافق، والفلوس اللي احنا دفعناها دولارات نستردها دولارات. مهند بيستغيث ببابا عبد الفتاح السيسي وبابا مصطفى مدبولي وبابا وزير التنمية المحلية وبكل البهبهات اللي بيحكموا البلد ومدورينها، احنا دفعنا فلوس من حقنا ناخد مرافق، من حقنا نلاقي عيشة كريمة بعد ما نرجع من الخارج. والله اللي النصبايا وصلت لحد المقابر، قال لك بيت الوطن وتعالى كمان خد جبانة الوطن. جبانة الوطن بكام؟ ب 3600 دولار للمقبرة الواحدة، للجبانة الواحدة. دي أسعار أراضي المقابر المخصصة للمصريين اللي عاملين في الخارج، رغم إنهم وقفوا جنب البلد
حسب بيان الحكومة أحد أهم مصادر العملة الصعبة والدولار هم المغتربين، لكن دي نصبايا جديدة بتقدمها الحكومة للمغتربين من ولادها، دي كده بتخلي الناس دي حتى فلوسها مش هتستثمرهم في البلد، تخلي الناس دي قبل ما ترجع مهند ده اللي شايف حكومة نصبت على أبوه، قبل ما يرجع بلده يعيش فيها هيفكر مليون مرة، أي واحد عايش النهاردة في أي دولة بره في الخليج في أوروبا في أمريكا قبل ما يرجع ويشوف الحكومة بتضحك عليه وتنصب وتاكل عرق وعرق ولاده هيفكر مليون مرة. اللي بتعمله الحكومة ده بتبص تحت رجليها، بتبص تحت رجليها، بتاخد الفلوس النهاردة مش عارفة ان ده هيحرمها بكرة من استثمارات وفلوس المغتربين.